عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مساء الخير مساء الخير. إذن يا أطفال، رانا اليوم في ثاني محطة من جولة عمو يزيد خلال هذه العطلة. هذه تحبوا العطلة؟ شكون يحب العطلة يرفد يدو؟ أوكي. شكون يحب المدرسة يرفد يدو؟ هايلين هايلين. مقبلة كي جيت لهنا تلاقيت مع واحد الأطفال كان عندهم المعدل أكثر من 9. شكون اللي كان عنده المعدل أكثر من 9؟ شكون؟ تعالي تعالي تعالي. شكون تاني أكثر من 9؟ 9 فأكثر. تعالي. شكون 9 فأكثر؟ تعالى. 9 فأكثر. 9 فأكثر. 9 فأكثر. تعالي تعالي تعالي. ثم كمل 9 فأكثر. جزائر عباقرة انتم، الله يبارك. اعطونا تحية. يلا، شحال جبت المعدل وليدي؟ 9.12. وانت بنتي شحال المعدل؟ 9.37. 9.37. وانتي؟ 9.50. الله يبارك. وانت؟ 9.06. 9.06. وانتي؟ 9.50. 9.50. وانتي؟ 9.50. الله يبارك. وانتي؟ 9.59. 9.59. وانتي؟ 9.82. واو، 9.82. تصفيقة تصفيقة عليها، تصفيقة تصفيقة. وانتي؟ 7. كي طلعتي بيستون باينة. زيد انت. 7.2. طلعت بيستون تاني. اروح انت. 8. طلعت بيستون تاني. وانت؟ 9.18. داكور، اروح من انت. معليش. وانت؟ 9.31. الله يبارك، اقعد هنا. وانت وليدي شحال؟ 9.31. شكون اللي يقرا معاه؟ شكون اللي يقرا معاه دروك يقول لنا؟ شحال؟ شحال؟ 9.31. الله يبارك. كيف كيف؟ شاطر انت؟
هيا اقعد معنا هنا، اقعد معنا هنا. إذن ارجعوا شويه يا اطفال. عمو يزيد يحب الاطفال اللي يقراوا مليح. على بالكم باللي المثابره في الدراسه مهمه جدا. عمو يزيد يحب الاطفال اللي يقراوا مليح لانه والديكم ينتظروا منكم انكم تنجحوا. تعرفوا الاغنيه تاع ويلاتي يا ويلاتي لم اقم بواجبي؟ تعرفها؟ ويلاتي يا ويلاتي لن اقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي لك سلسل عقابي. درست. برافو برافو برافو. عبالك واش عجبني، بس كل أغنية تقول ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، سما راح ندير الواجب تاعي بالرغم من ما درتوش. هو قال لكم لن أقم، ماهوش معول، قاعد يدير الواجبات، لازم تدير الواجبات تاعك يا أخي. ها وليدي، ربي يطول عمرك وليدي، ماما أنا نحبك. تعال تعال، أروح 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 أروح. واسمك وليدي؟ أيوب تشينون. واش حبي تقولي أيوب؟ أنا نحبكم بزاف بزاف. أنتم تاني تحبوه؟ موالف تشوف حصة عمو يزيد؟ موالف حافة بنتع أنا المعاق. غنيها معايا. غنيها معاك. أنا المعاق وأنا المعاق. يا ربي نسيها. غنيها لي عمو يزيد. خلاص هذه الأغنية نهدوها الكامل ذوي الاحتياجات الخاصة اللي راهم معنا. مرحبا بكم، مرحبا بكم يا أطفال الإعاقة. هذه رسالة نوجهها بما أنه اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. غير كما مر لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هذه الشريحة، لأنهم ناس كما احنا، كلهم أشخاص كما احنا، هذوك تاني كلهم إنسان، لازم نعرفوا نتعاملوا معهم. عمو يزيد لهم أغنية لماذا؟ لأني حبيت فيهم المثابرة وحبيت فيهم الإرادة. الأغنية نقول فيها أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغاياتي العظيمة. إذن تغنوا كامل معايا أنا المعاق. وعزيمة إلهي
بقادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغاية العظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات خليكم شوي مع عمو يزيد. هيا عمو يزيد. شكرا شكرا أيوب، شكرا 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 شكرا. إذن يا أطفال، الإعاقة في أغلب الأحيان هي إعاقة ذهنية. الإنسان لازم تكون عنده إرادة حتى يتخطى الصعوبات. يا أخي هذا وعد. واش رايكم دركا؟ شكون يقدر يقول لي وقتاش التاريخ تاع اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة؟ وقتاش؟ 14 مارس 1962. أعطيني الهدية تاعه، أعطيني، لازم نعطي له هدية لأيوب. قال اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة يوم 14 مارس. إذن أيوب لا لا تديه، لا 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 من وجهي ما عنديش، نعطي الزملاء، نعطي السعدوي، نعطي السعدوي أرواح. نقدم الخويا سعدوي هكا، سعدوي هدية من عند رامي. شكرا، نخليكم مع معليش شوفوا هو عمو يزيد عنده مفاجأة فانية، قولها له. الإيثار تكسحها تكسحها. حبيت اليوم نشكر ناس اللي بفضلهم رانا هنا. جولة عمو يزيد عبر مدن الوطن هي برعاية مجمع الشروق الإعلامي، شركة رامي، شركة شيبس مهبول. وحبيتكم معايا اليوم تعطولي تحية 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 الرئيس دائرة الحمادية. تحية 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 تحية. على بالكم أول شيء كيجي الداخل للقاعة الصباح كانوا ناس، على كل حال مرحبا بهم. رئيس الدائرة سبتو هنا على رأس الفريق اللي كان ينظم، كان هو الأولاني هنا الصباح. والله نعم الناس. تحية أخرى من فضلكم، تحية أخرى. شكرا شكرا شكرا. ونشكر كامل الفريق اللي عمل معاه، ما نقدرش نسميهم بالواحد ولكن نحبهم كامل، اللي بفضلهم اليوم هذا الحفل أقيمة، منهم مديرية الشبيبة والرياضة لولاية برج بوعريريج،
بلدية الحمادية، دعيرة الحمادية، ولاية برج بعريريش. يعطيكم الصحة. الإذاعة كذلك اللي كانوا معنا رفقونا كذلك، والناس اللي نسيتهم يسمحوا لي، ولكن بفضلكم كامل اليوم رانا هنا باش نفرحوكم. يقول لي وقتاش اليوم العالمي للبيئة؟ اليوم العالمي للبيئة وقتاش؟ شكون اللي يعرفوا؟ شوف الشباب هذاك، عطوا له الميكرو، عقبوا له الميكرو، معلش عقبوا له الميكرو، عقبوا له الميكرو. واسمك؟ لا لا ماشي 17 مارس، اليوم العالمي للبيئة. اعطي الشابة هذيك، اعطي الشابة هذيك، على بالك، اعطي لها، اعطي لها. واسمك؟ فدوى. فدوى وقتاش؟ 19 مارس. لا لا ماشي 19 مارس، اليوم العالمي للبيئة. شوف هنا، شوف الشابة هذه. واسمك بنتي؟ واسمك؟ لاميس العريب. وقتاش؟ 17 أفريل. لا 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 مش 17 أفريل. شوف الشابة هذه، واسمك بنتي؟ 16 أفريل. وقتاش؟ 16 مارس. لا لا 16، لا لا مش 16 أفريل، مش 16 مارس. شوف الشباب هذا، وقتاش؟ 21 مارس. لا لا تقعيد الشجرة. لا لا اليوم العالمي للبيئة. اليوم شوف الشباب هذا، اليوم العالمي للبيئة. 31 ديسمبر. ها؟
31 ديسمبر. لا 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 لا. واسمك بنتي؟ واسمك؟ دلولة عبيد. عبيد؟ عبيد. واسمك؟ دلولة عبيد. الله يبارك الله يبارك. وقتاش؟ 5 جوان. 5 جوان. تعالي تعالي الشطرة، تعالي تعالي. اليوم العالمي للبيئة هو يوم 5 جوان. تعالي بنتي أعطيني الهدية تاعها. إذن بنتي راعي هذه الحفلات شركة شيبس مهبول يهدي لك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو بنتي، تقدري تبقي معنا لحبيتي كما تحبي. على بالكم علاش قلت لكم اليوم العالمي للبيئة؟ شكون هو الإنسان اللي نحترموه ونحبوه وينظف لنا المحيط؟ واسمه؟ واسمه؟ الشجرة. الإنسان، الإنسان اللي نحترموه؟ الرسول. لا 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 لا، إنسان يعيش معنا ينظف المحيط. واسمه؟ عامل النظافة. أنت واسمك أنت؟ فؤاد مخلوف. فؤاد مخلوف، الله يبارك. شحال في عمرك؟ ها؟ شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين. شكون هذا الإنسان؟ عامل النظافة. عامل النظافة، برافو برافو. إذن تغنوا كامل معايا. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر. رايحين تغنوا بهذا الإنسان اللي نحبوه كامل ونحترموه. تحية لكل عمال النظافة. يلا. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو، دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبرد. تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو، دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبرد. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. تحمل كل تعب من أجل قوت اليوم، تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي. تتحمل كل تعب من أجل قوت اليوم، تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. هي أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار، في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري. هي أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار، في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. مقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم، وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم. فمقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم، وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. عمي
عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر شكرا 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 إذن يا أحبائي عامل النظافة إنسان مهم لازم نحترموه وعلى بالكم لما تروح تخرج القمامة لازم ترد بالك ما يكونش فيها الزاج ما يكونش فيها الأشياء اللي تجرحوا على بالكم يا أخي هذوك لازم يكونوا وحدهم عامل النظافة لازم نسهلوا له العمل تاعه لازم حتى القمامة تكون مربوطة مليح وكامل يا أخي كيف شفتوا عمو يزيد فرحتوا ولا ما فرحتوا فرحنا واش راك حاب تقول عمو يزيد الله يبارك فيك ايه واش تقولوا ثاني تحبوا عمو يزيد ولا لا نحبه بزاف ولا شويه بزاف صح وليدي شكرا والله مبادره طيبه ان شاء الله ونشكركم ونشكروا عمو يزيد ان شاء الله ونشكروا الناس اللي قايمين على المبادره الطيبه هذه ان شاء الله وربي يوفقكم ان شاء الله وفرحتونا الوليدات ان شاء الله وربي يهنيكم وما نساوش ان شاء الله السلطات هذه اللي قايمه بالدور تاعها كما ينبغي خاصه شاف الدائره وخاصه المير تاع البلديه تاع الحماديه والشبيبه راهي قايمه ان شاء الله وبارك الله فيكم وربي يحفظكم ان شاء الله تفضل نقولوا له كثر خيرك عمي يزيد على كلش ايه ومرحبا بك نقول له نحبك تحبيه عمو يزيد صح بنتي المبادره ما شاء الله مشكورين اللي قاموا بهذا المجهود واحنا اللي هنا في الدائره تاعنا خاصنا شويه مبادرات تاع الاولاد هذو والحمد لله اللي تفكرونا بفضل رئيس الدائره هذا مشكورين السلطات المحليه والبلديه ويعطيهم الصحه على هذه المبادره ونشكر كل من ساهم في نجاح هذا الحفل ان شاء الله ومرحبا بكم كضيوف انتم ان شاء الله ان شاء الله واش راك حاب تقول لعمو يزيد عجبتك المبادره واش راك حاب تقول له نقول له يعطيك الصحه وكيعطيتنا فرصه لهذ الاولاد هي مبادره مليحه ونشكروا على هذه المبادره اللي زها فيها هذه الشاشه صغار وخليهم يفرحوا مع نهايه الفصل الدراسي ونشكروا بالبزاف والسلام عليكم